وورد في تفسير البغوي في قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أي من نعمتنا، فهل هذا يعد من التأويل؟ الرحمة قد تكون مخلوقة مثل المطر، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. فالرحمة على قسمين، الرحمة صفة لله عز وجل ورحمة مخلوقة. رحمة الجنة، الجنة رحمة من رحمة الله عز وجل أي مخلوقة. نعم، فالولد هذا من رحمة الله على الوالد. نعم.